يقول لك هذا يستلم سيد مقتدى راح يتعلم يفتح كل الملفات علينا. سيد مقتدى يقول لك انا اذا عوف الاغلبيه بانه انا ارجع الجمهور ايش اقول؟ زين انت ثابت، انت قبل من كنت تبوق، انت اهلك قبل ما معلمينك انه الحرامي لازم تطلع عليه بالشمس؟ طبعا. العراق اللي عمره 7000 سنه اقدم ب 200 سنه من اي حضاره، يحكمه ابو تشمبر؟ لو يحكمه واحد سنيته فوق راسه ويفتر ويضطهد الاشراف من العراقيين؟ ماشي، المهن ليست عيب، لكن لازم انت تعرف مع من تعمل ومع اي تاريخ. وهذا خلي يسمعوه كلهم. للعراقيين الان يجدون لغرض ان يكون فلان وفلان وفلان وفلان، الان اللي يعلمني الشرف، اللي يقول لي شلون اصير شريف وشلون اتعامل. معقوله استاذ حسن؟ يجوز؟ والله هاي بطبقه اختيارات الشعب لهم. يعني انا هم اذب جزء من المسؤوليه على 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 اختيار سينا واختيار صاد، مع العلم حترع الغنم يعرف منه الفاسد ومنه المفاسد. يا استاذ نجم، ما انا قلت لهم حرام الهوش، منو حرام الدواب يعرف حرام الهوش. ولهذا من يقول لك تحاكي يقول لك واقع الحاله، انا فزت فتاخذ تحيه، فاز بالعافيه. اخوي استاذ محسن، هذا اخر سؤال. انت بدايه الحلقه قلت احنا ما عدنا ابا، والما عدنا ابو لا يحطونا بدار الايتام. هسا احنا يجوز يودونا دار الايتام، ما عدنا ابا مثل ما انت تقول. تبقى هنالك خيار اخر نسولف بيه، ملكي الله ينفخ بصورتنا وصورتكم فيما اذا لو دعي الى انتخابات مبكره جديده. هذا بلغه الافتراضات من دار الايتام نطلق هذه الصرخه، لانه احنا ناس ايتام. اذا اعيدت الانتخابات تعتقد انه المشهد سيكون اكثر دمويه وتصفيه وصراعا، ام انه سيكون اكثر ارتكازا بالتخطيط؟ يعني إعادة الانتخابات خيار مهم جدا وخيار سلمي، لأنه الآن مثل ما تفضل الأخ أستاذ حسن، أنه القضاء هو اللي ممكن أنه يحسم الموضوع، لكن القضاء ما راح يحسم الموضوع، لأنه كون تتقدم له شكوى أو يتقدم له عرض معين حتى يحسم الموضوع. بقى عندنا الجيش ممكن انه يحسم الموضوع، لكن الجيش ما صعب انه يتدخل في شي قضيه، او يعني شلون يسوون كلام؟ يعني يفرض راي معين انه بطريقه او باخرى. ما بينا حرق الدم استاذ محسن، ما ظل بينا دم والله. نعم. هسه احنا مرات يردون من الكانون قوه يطلعن. انا احلل السكر اظل اعصر بصابعي. ممنون لك على عينه على رأسه. هو هذا اللي أقوله، هو إعادة الانتخابات الخيار الأفضل، وأتوقع النتيجة أنه بالخيار هذا، أنه لا صارت إعادة انتخابات، أنه يعني أتوقع أنه راح يصير انتفاضة عراقية في صناديق الابتراء.